السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. أتلف العراق أكبر كمية للمخدرات منذ عام 2009 كانت مخزونة في دائرة الطب العدلي، وهاي الكمية مختلفة الأنواع وتعد حدث تاريخي ومفصلي على مستوى البلاد والمنطقة الإقليمية، ويعطي الإشارات الواضحة على بدء العمل بما ضمن في البرنامج الحكومي من توجهات بإيلاء ملف مكافحة هذه الآفة من أولوية، والتي تحتاج بطبيعة الحال تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية وفي المقدمة منها التقنيات الحديثة ودور العلاج. فحجم هذه الظاهرة المستفحلة والتي حطمت الأرقام القياسية يحتاج إلى وقفات نوعية تكشف طلاسم التوريد والتوزيع والانتشار السريع. أما في ملفنا الثاني مشاهدين الأحبة لحصاد هذه الليلة، فراح نتحدث أيضا عن البيت السياسي السني اللي قد عاود التناحر بين قياداته، يطفو إلى واجهة الأحداث مجددا، حرب كلامية، تغريدات نارية، مؤشرات كثيرة على وجود حراك مبطن لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه. هاي الإزاحة ورغم صعوبة تطبيقها، إلا أن المتغيرات السياسية المتسارعة والتحولات الأخيرة في تدعيم تشكيل هذه التوازنات في الساحة الداخلية، فضلا عن احتمالية أن يكون هنالك صراع ذات منشأ ومحركات تدار من الخارج. هذين ملفين مهمين راح نناقشهم في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. أتلفت وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية أطنان من المواد المخدرة. هاي الجهود تأتي استكمالا لمراحل ملاحقة وضبط هذه الآفة الخطيرة والمدمرة اللي تنخر بالمجتمع وفئات الشبابية. نفتح مشاهدينا هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. أكثر من 5 أطنان هو حصيلة ما أتلفته اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في خطوة متقدمة لمحاصرة هذه الآفة والحد من انتشارها. هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، وجرى ضبطها على مدد متتابعة وضمن استراتيجية شاملة أعدتها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتندرج ضمن الجهد الحكومي لحماية المجتمع. فحصر هذه الكمية وإتلافها بعد أن اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية. هذا قرار اتخذته اللجنة في آخر اجتماع، إتلاف هذه الكمية من المخدرات يعطي إشارة واضحة لتجار المخدرات أنه هذه الحكومة جادة، البرنامج الحكومي جاد، وزارات الدولة جادة، دولة رئيس الوزراء جاد، ومن ضمن توجيهاته أنه إعطاء ملف المخدرات أهمية كبرى، والدليل على ذلك هو ما يحصل اليوم من إتلاف هذه الكمية المتمثلة ب 5 طن و900 كيلو من المواد المخدرة، زائدا 54 مليون حبة و33 ألف أمبولة و8000 قنينة للمواد المخدرة. حجم الكميات المضبوطة دليل على المجهود المبذول على مدار الساعة رغم كل المخاطر والصعوبات، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى استمرارية التنسيق والتعاون للتصدي لنشاطات المروجين والمهربين والتجار، واستكمال الجهود بضبط كل المعابر والحدود. هناك ضمن قانون المخدرات هناك لجنة مختصة بفحص وخزن وإتلاف هذه المواد المخدرة، وتكون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية الداخلية، وكذلك جهاز الأمن الوطني وهيئة الجمارك والمالية ووزارة الصحة. فهذه اللجنة تقوم بفحص وخزن وإتلاف هذه المواد، ونحن اليوم في هذا الموقع لغرض إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة تم ضبطها خلال السنوات الماضية. هذه العملية تمت وفق المعايير العلمية والفنية وبإشراف متخصصين وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية، وتنطلق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحملتها على 3 محاور: المكافحة والوقاية والعلاج لاجتثاث الآفة التي تسرق ربيع الشباب. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حياك الله دكتور سيف، أنا مرحبا بحضرتك، وكذلك أرحب بضيفتي الكريمة الدكتور زينب ساطع البيروتي الخبيرة الجنائية والباحثة والأكاديمية، حياكم الله دكتورة ضيفة كريمة، مرحبا بحضرتك. دكتور سيف، نتحدث عن هذه الجهود الجبارة والكبيرة التي لا تقارن على مستوى العراق بل على مستوى الإقليم والمنطقة عموما، كيف ساهم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تعضيد العمل والأداء، وكانت النتيجة ما شهدناه اليوم. شكرا جزيلا، تحية لجنابك مشاهدي الكرام، واشكر الدعوة للمشاركة في هذا البرنامج الذي يأتي في وقت مهم، ولا بد ان ابدا بشكر كادركم الرائع اللي اليوم كان موجود في وقت مبكر جدا من الصباح ورافقنا الى منطقة بعيدة نسبيا عن مركز العاصمة، ولاحظت جدية في المتابعة واهتمام بتظهير هذا المنجز النوعي كما تفضلت في التقرير. نعم، هو منجز مهم للحكومة العراقية ولوزارة الصحة وللجنة المختصة، اللجنة العليا المختصة من جميع الوزارات والجهات والهيئات المعنية بمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا وتهدد شبابنا وتهدد أولادنا وبناتنا. والتزايد خطير، لا يخفى على الجميع، لا يخفى عليكم أن التزايد خطير في نسب التعاطي وأنواع هذه المخدرات، كل فترة تظهر أنواع جديدة وتقنيات جديدة في تهريبها وربما تصنيعها وتعاطيها، ولذلك كان هناك جدية واضحة من رئاسة الحكومة، من أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء أن مواجهة هذه الآفة هو من أولويات العمل الحكومي، ومتابعة ميدانية مباشرة بشكل يومي، أنا أعني ما أقول، من قبل السيد وزير الصحة لهذا الملف. واللجنة موجودة بكل صراحة، موجودة منذ سنوات وهذه القرارات موجودة، لكن كان هناك بعض المعوقات القانونية القضائية وأيضا بعض التفاصيل التقنية الفنية أدت إلى تراكم هذه الكمية. أنا سألوني قبل قليل في إحدى وسائل الإعلام، لماذا هذه الكمية الكبيرة وليش انتظرتوا كل هالسنوات؟ اللي بسبب وجود معوقات قانونية بالدرجة الأولى. الأمر ما متعلق فقط بوزارة الصحة، وزارة الصحة جزء من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، ولذلك عندما يكون هناك جدية وعزم وإصرار على تنفيذ القرار وليس فقط اتخاذ القرار، ظهرت خلال أسابيع قليلة من عمر هذه الحكومة، والدليل اليوم هذا الإتلاف التاريخي حقيقة اللي شهدتوه أنتم ببث المباشر، كمية غير مسبوقة، هي حوالي 6 أطنان، يعني بالدقة 5900 كيلوغرام من مخدرات متنوعة، وأيضا ما لا يقل عن 54 مليون حبة مخدرة مختلفة، وما لا يقل عن 31 ألف أمبول من المخدرات المتنوعة، و 8000 إلى 9000 قنينة أو فيال أيضا من المخدرات. هذا الحدث اليوم حدث تاريخي، حدث مهم، حدث له تبعات محلية داخل البلد وإقليمية، لأن إحنا جزء من جوار العراق وإقليم العراق، وحتى دولية، دول العالم والمنظمات المعنية بمواجهة الجريمة بشكل عام والمخدرات بشكل خاص، والجهات الإعلامية والجهات السياسية عندما تلاحظ وتتابع جدية الحكومة في إتلاف هذه الكمية وإصرارها على أن يكون بهذا الشكل وفق المعايير الدولية العالمية، وكل شيء موثق. أنتوا اللي شهدتوا اليوم هو جزء أو المرحلة الأخيرة من الإتلاف، إحنا من أيام بدأت وزارة الصحة والجهات المعنية بموضوع الرزم والتخزين والنقل، طبعا لابد أن أشكر الجهات الأمنية البطلة اللي رافقتنا يعني حماية القوافل، وأيضا موضوع الدفاع المدني، موضوع الإتلاف، موضوع حماية المنطقة واختيار هذه المنطقة. أيضا كثير من وسائل الإعلام اليوم استغربوا ليش، يعني لماذا اخترتم هذا المكان بعيد نسبيا عن مركز العاصمة؟ طبعا لأن الكمية كبيرة وهذه الدخان والأبخرة لابد أن نتعامل معه ونتوقع عن كيف أنه ممكن أن تكون قد تكون آثار سلبية له، ولذلك أنا أؤكد أن كل عملية الإتلاف حدثت وتمت بنجاح وفق أفضل المعايير الدولية. نقطة مهمة مع الأسف ما ذكرت بوسائل الإعلام لأن بعضها غادرت قبل نهاية الموضوع، أنه بعد الإتلاف كان هناك إجراءات، أخذت عينات من المواد التي احترقت أو أتلفت وفحصت ميدانيا وتأكد علميا وبشكل موثق أنها تحولت إلى مواد أخرى لا تندرج ضمن المواد المخدرة. أيضا التعامل مع هذه المخدرات كيميائيا قبل وبعد الإتلاف، أيضا مع المخلفات، أيضا كل هذا تم وفق
أفضل المعايير الدولية. كل هذا كان بإشراف وحضور كما ظهر بالبرنامج حضور شخصي من قبل سيد وزير الصحة وأيضا السكرتير العسكري للقائد العام القوات المسلحة وكل اللجنة طبعا قضاة وزارة الداخلية الأمن الوطني الجهات الأمنية المخابرات كل اللجنة المعنية بمواجهة هذا الملف الخطير، لأن أي مشكلة مثل مشكلة المخدرات ما ننجح بمواجهتها إذا ما كان هناك جدية في التعامل معها من كل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. وأنتم يا سيدي وسائل الإعلام دوركم أساسي ورأس حربة في مواجهة هذه مساندين ومؤيدين في كل التحركات اللي تصب في المصلحة العامة وتحقيق الأولويات اللي وعد بها البرنامج الحكومي، ومن ضمن هذه الأولويات هي الصحة. دعني أنتقل للدكتورة زينب، حيك مجددا دكتورة. وتحدث الدكتور البدر عن تحديات قضائية وإجراءات قانونية كانت قد أخرت أو حالت دون تنفيذ هذه العملية منذ زمن، وهنا نتحدث عن لجنة الإتلاف المشكلة وفق المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 2017، وهذا الإتلاف جرى بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بإتلاف هذه الكميات الكبيرة. كيف تنظرين إلى هذه الأمور القانونية؟ هل أن هذه الإجراءات كان من المفترض أن تتم قبل وقت، أم أن اتمام هذه الإجراءات القانونية كان حاكما؟ في البداية طبعا أشكر قناتكم على المساعدة في تخليص شعبنا من هذه الآفة الخطيرة، من إرهاب العصر، من هذا الإرهاب الناعم اللي هي المخدرات اللي تفتك فتكا فظيعا في كل فئات الشعب العمرية من الأحداث إلى الكبار. وطبعا هذه عصابات مدربة هي اللي تتغير عقول أطفالنا وتجعلهم تأخذ عقول أطفالنا وتجعلهم أطفال بلا عقول، فلازم نحارب هاي الآفة الخطيرة في كل الأحوال. حتى إذا كان تأخر في هذه عملية إحراق وإتلاف المواد المخدرة فهي عملية تعتبر اليوم يوم نصر عظيم للسيد مشكور السيد رئيس الوزراء على هذا القرار، لأن هذا اليوم كما يوم انتصرت الصين على حرب الأفيون التي أدتها لفترات طويلة من الزمن، فهذا اليوم مهما كانت معوقات التأخير وتحتاج إلى إصدار أمر قاضي، فهذا اليوم يوم يعتبر يوم عظيم جدا لانتصرنا وأخذنا الخطوة الأولى في الخلاص من هذه الآفة الخطيرة هي آفة المخدرات. طبعا الحرق صحيح لازم تكون في محارق يعني منظمة، محارق الدولية تكون تحت 200 متر تحت الأرض، لأن هاي تعتبر المخدرات طبعا كليتها سموم، تأذي الجهاز التنفسي، تأذي الجهاز، تأثر على الجهاز العصبي المركزي، تأثر على العملية الفيزيائية في نقل المواد الكيميائية إلى الجهاز العصبي المركزي وتترك أثر، فطبعا يكون حرقها يعني تحت إشراف. وكان هذا الحرق اليوم تم تحت إشراف لجان مختصة وناس فنيين مختصين، فإحنا نشكر هذه المبادرة الجيدة. طيب دكتورة، هنا أنا أيضا نتحدث عن ضرورة تضافر الجهود الأمنية لضبط الحدود والمعابر. بصراحة ما يكفينا فقط هذا الإتلاف إن لم تكن هنالك إجراءات ساندة ومانعة للاستمرار بهكذا عملية. طبعا الحدود كانت في السابق قبل فترة مفتوحة كليتها، تعرف أنت حدود العراق حدود كبيرة جدا، وصارت صراعات إقليمية في بعض الدول المجاورة، صارت حروب وصارت عليهم أيضا حصار أمني واقتصادي، مما أثر على دخلهم المادي وحالتهم الاقتصادية، فبدأوا شي يسوون عصابات منظمة تبيع المخدرات لدولتنا. طبعا هاي الحدود هسه حاليا مشكور السيد وزير الداخلية كثف القوات الأمنية على الحدود، أيضا الكاميرات الحرارية اللي تكشف هاي العصابات، لأن أنت تدري هاي العصابات عصابات منظمة حتى تتمكن بنقل المخدرات بالطائرات، كذلك عندها فد أساليب حديثة جدا، فإحنا أيضا بدينا هاي التكنولوجيا الحديثة يعني وهي من ضمنها الكاميرات الحرارية. بدأ سيد مشكور سيد وزير الداخلية بنصب كاميرات حرارية بتكثيف القوات الأمنية على الحدود، فحاليا بدأت فد مبادرة كل جيدة في تأمين الحدود يعني.
طيب دكتور سيفنا، نتحدث أيضا عن تأكيد وزير الصحة هذا اليوم بأن سيد رئيس الوزراء وضع مكافحة المخدرات في سلم الأولويات، بالتالي هذه لربما تأتي كأعباء مضافة للبرنامج الوزاري اللي أقرته الحكومة. وهذا الموضوع لا يختصر فقط على جانب الصحة، هنالك العديد من الجهود التي يجب أن تتضافر. كيف تقيم هذا المطلب؟ نعم، بيّن ذلك السيد الوزير في المؤتمر الصحفي بشكل واضح، وذكر أن مواجهة المخدرات تندرج ضمن مواجهة الفساد بشكل عام ومواجهة أي آفة تهدد المجتمع. أنا يعني لا أوافق على تعبير جهد إضافي على الحكومة، بالعكس، لما يكون المجتمع معافى أو في طريقه نحو التعافي، وخصوصا فئة الشباب اللي هم في عنفوان عمرهم وطاقتهم ونشاطهم وقدرتهم على الإبداع والإنتاج، وتعلمون أن أكثر الفئات اللي يستهدفها مروجي المخدرات هم من الشباب والمراهقين، وحتى حالات أطفال إحنا سجلنا بشكل مباشر أو غير مباشر لاحظنا أيضا من الممكن أن تكون في هذه الفئات. فهذا العمر مهم جدا، فإذا واجهنا هذه الآفة في مراحلها الأولى راح يكون هو دعم للمجتمع بشكل عام، وأكيد للحكومة عندما يكون هناك الطاقات الشبابية المنتجة القادرة على العمل والإبداع تكون أكثر قدرة وأكثر صحة إذا صح التعبير. أنا يهمني جدا أن أؤكد على نقطة مهمة أيضا بيّنها السيد الوزير اليوم في المؤتمر الصحفي، وهي تخص عملنا في وزارة الصحة، وأتمنى أنه أوفق في إيصالها للمتلقي. نحن في وزارة الصحة كما أكد السيد الوزير اليوم نتعامل مع المتعاطي، وأنا لا أحبب استخدام كلمة المدمن، لكن لنقل عمليا هو مدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية، نتعامل معه على أنه إنسان مريض يحتاج إلى رعاية طبية فقط وفقط، نحن لا نطلق الأحكام المسبقة. فهذه نقطة مهمة، رسالة لكل أب لكل أم لكل شخص في مجتمعنا، أنه إذا شخص قريب منك، ابنك، أخوك، صديقك، زميلك، دخل في هذا المجال هسه لسبب أو لآخر، مو شغلنا هذا، لكن مو معناته انتهت الحياة، ساعده في أن يصل إلى المؤسسة الصحية المختصة بتقييم حالته وتقديم للرعاية الصحية إنقاذ حياته وإعادة تأهيله طبيا وصحيا ونفسيا ومجتمعيا. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، بعض الناس ربما يتردد بسبب هاجس خوف أمني أنه قد يكون هناك محاسبة أمنية. أؤكد نحن في وزارة الصحة وكما أكد السيد الوزير نتعامل معه على أنه إنسان مريض يحتاج إلى رعاية طبية. موضوع الخصوصية الأمنية، معلوماته الشخصية، اسمه، عنوانه، رقم تليفونه، ما لنا علاقة به، نتعهد طبعا هذا ضمن عملنا بشكل عام في المجال الطبي بالحفاظ على خصوصية المريض ومعلوماته الخاصة والحساسة. احنا اللي يهمنا انه يوصلنا ويتلقى المساعدة من الناس المختصين المدربين على التعامل مع مثل هذه الحالات. ايضا اطلب من جنابك، اطلب من كل وسائل الإعلام تسليط الضوء على قصص النجاح. نعم، كثير من الشباب انا شخصيا شفتهم دخلوا بهذا المجال وأصبحوا مدمنين، لكن عندما تلقوا المساعدة من الأيادي الأمينة الحمد لله رجعوا ناس نافعين ناجحين في مجتمعهم وعندهم الشجاعة أن يتكلمون عن تجربتهم. فأتمنى من وسائل الإعلام، أتمنى من فضائيتكم أن تستضيفوهم هنا في هذا الاستوديو وخلوه يتكلم شلون دخل المجال الإدمان ومنه ساعده وشلون طلع، لأن هذه قصص تبعث على الأمل، ترفع التفاؤل، وايضا تشجع المتردد، تشجع اللي يسمعه من هو سواء كان يتعاطى او اذا كان اب يعرف بابنه او صديق يعرف بصديقه يريد يساعده بشكل صحيح حتى يوصله للمؤسسه الصحيه. نعم. طيب نانا دكتور، ايضا هنا بهاي الجزئيه نتحدث ايضا عن بناء المشافي، ويعني لاحظنا من خلال المتابعه الاعلاميه اكو مبادرة لبناء هكذا مشافي. نعم سيد الكريم. نعم. هذا موضوع مهم جدا، قريبا جدا سيفتتح مركز كبير كبير ذو سعة كبيرة وقابلة للزيادة بالمناسبة في الديوانية، وزارة السيد الوزير أثناء إذا تذكر عندما كانت هناك. نعم. زيارة حكومية مع دولة رئيس مجلس الوزراء إلى الديوانية. تمام. السيد الوزير زار هذا المكان الذي سيفتتح قريبا جدا جدا، وأيضا في بغداد هنا واحد من أهم المراكز في بغداد اللي هو مركز القناة تعرفونه. نعم. كان له دور في مواجهة جائحة كورونا، بتوجيه من السيد وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي تم تحويله إلى مركز للإدمان، مركز القناة للإدمان، ربما يغير اسمه، هذه تفاصيل. طيب. لكن سوف نكسب مركز إضافي هنا في بغداد
خاص بإعادة تأهيل طبعا علاج حالات الإدمان، وهذا ما كنا نفتقر إلى دكتور في الأعوام السابقة، والكثير من الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات يعني أوضحوا هذا المطلب، ولكن ما صحت الظروف أن ينفذ. خطة الوزارة وخطة وزير الصحة هو زيادة هذه المراكز وتطوير ما موجود منها من ناحية قدرة الاستيعاب وقدرة وتدريب الملاكات العاملة، وطبعا تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية المطلوبة. واضح. اسمح لي دكتور سيف أنتقل لدكتورة زينب. دكتورة زينب تحدث اليوم عن قضية مهمة، أنه تحقيق العراق تقدم في مجال مكافحة المخدرات وإتلافها، برأيك راح يرفع عنا من يعني بعض مدركات أو مؤشرات الأممية التي وضعتها المنظمات الدولية في تصنيف العراق؟ احنا ما ادري تعودنا دائما في اخر القائمه، فهذه الخطوات هل ترفع عنا بعض المدركات وترفع المؤشرات؟ طبعا هاي الخطوات خطوات جدا ناجحه واوليه، وان شاء الله حتكون طبعا حترفع عنا هذه انه نكون بالمرحله الاخيره او المتقدمه من الادمان، يعني كبلد في المرحله الاخيره. طبعا اكو هوايه يعني شغلات هي تخلصنا من هذا الشيء، ايضا الكشف المبكر، لازم كل عائله تعرف عن شلون تكشف الكشف المبكر عن المدمنين، يعني مثلا اذا كان احد في عائلتك، اذا كانت ام تريد تعرف اولاد هذا مدمن او لا، عندنا كشف اولي فيزياوي وعندنا كشف كيميائي. فالكشف الفيزياوي انه الام دائما تراقب اولادها، تشوف طبعا المدمن يكون يعني عنده سواد جوا عينه، عنده فد ريحه غريبه تصدر منه، تراقب ملابسه تشمها، تشوف مثلا اذا هو كان مدخن تشوف السجائر مالته نوعها. دائما تنصح اولادها، شوف اصدقائه اذا كان هو مختلط باصدقاء السوء، لان دائما هو الشخص الجرعة الأولى من الإدمان تكون جرعة مجانية، خاصة المخدرات المنتشرة أكثر شيء في العراق وهي مخدرات الكريستال وحبوب الكبتاجون، تعتبر مخدرات منشطة للجهاز العصبي المركزي، خطرة جدا. والخلط أيضا، الخلط في هذه المخدرات والغش الصناعي في المخدرات يعتبر أخطر، مما يؤدي إلى زيادة الدوبامين، هرمون الدوبامين من 200 إلى 1250 مرة أكثر من الدوبامين الطبيعي، يؤدي بعدين إلى الانهيار والكآبة والجنون والانتحار المفاجئ، العفو الانتحار والموت المفاجئ. فهاي الأم لازم تركز على أولادها، تنصحهم دائما، الأب لازم يكون دائما يخوف أولاده أنه حيصير بيكم هذا الشيء أو دير بالكم، مثل ما تفضل الدكتور بالحديث أنه القصص، سرد القصص، سرد الحكايات. احنا لو نشوف هسه مثلا مصر، الافلام المصريه شفنا الفنانين ذول اللي نحبهم احنا، شفناهم مثلا بمراحل انه يتوسلون ومراحل انه ينهانون في سبيل الحصول على جرعه مخدر. فاحنا لازم ايضا هاي التوعيه بالافلام السينمائيه بالاعلام تكون توعيه كلش، تحث اولادنا وتحث مجتمعنا على التخلص من هاي الافه واضرارها، اضرارها على الجهاز العصبي المركزي، على الجهاز التنفسي، على الجهاز الهضمي، أضرارها الاقتصادية، أنه هذا الشخص من حيدمن ويوصل لمرحلة التعويد والاعتماد على هذه المادة، أنه حيبدي بالجرائم، جرائم اقتصادية بالسرقة وكسر المحلات، وكذلك جرائم العنف الأسري، وكذلك جرائم القتل. هاي يعني لازم احنا دائما نحث بالتوعية على هذه الأشياء. دكتور، أشارت الدكتورة البيروتي إلى ضرورة التوعية المجتمعية، وأيضا لا ننسى التوعية الإعلامية، وحضرتك متخصص ولك علاقات ارتباط مع أغلب الفضائيات إن لم نقل جميعها، بالتالي دور وسائل الإعلام في التوعية حول هذه الظاهرة كيف تقيم؟ أكيد سيد الكريم، هو الأساس وهو المنطلق. ونذكر مثال قريب ملموس لكم جميعا، هو موضوع جائحة كورونا. ايضا مشكله المخدرات نعتبرها كجائحه مجتمعيه اذا صح هذا التعبير، فلا بد ان يكون هناك تعامل معها من قبل الجميع. المؤسسه الدينيه دورها اساسي سيدي الكريم، ايضا المؤسسه العشائريه اذا ما كان هناك متابعه من سادتنا وشيوخنا الاجلاء لمتابعه ابنائهم بنصحهم ارشادهم، وايضا الضغط على بطريقه صحيحه، طبعا انا لا اعني الضغط فقط على الذين يتعاطون من أبنائهم والتعامل معهم بشكل علمي من خلال حثهم على مراجعة المؤسسات الصحية،
الشخصيات العامة مثل ما تفضلت الضيفة الكريمة، الفنانين، الرياضيين، الشخصيات المحبوبة، مثلا لاعبي كرة القدم لما تكون عنده رسالة حول هذا الموضوع الناس تتقبل منه كونه شخصية عامة يعني لها حضورها. أيضا أساتذة الجامعات، المعلمين، المدرسين، لابد أن يكون هناك توعية وتثقيف للجميع، لابد أن يصل صوتنا إلى الآباء والأمهات، ودائما نحذر، مو بالضرورة أنه يكون هاي المشكلة موجودة، أنا أحذر ابني حتى إذا ما كان عنده هذه المشكلة، لكن من الممكن أنه يتعرض لهكذا موقف، من الممكن أن يكون هناك أصدقاء سوء، هذا أمر ممكن في أي مجتمع في أي زمان ومكان، لابد أن يكون هناك شعور بالمسؤولية من قبل الجميع. كثير من وسائل الإعلام توجه اللوم فقط على وزارة الصحة، وهذا مو صحيح. وزارة الصحة جزء من هذه العملية، لما يكون هناك حاجة للرعاية الطبية للشخص المدمن، سواء هو يعني بسبب الإدمان نفسه أو ما ينتج عن الإدمان من الاعتداء أو الجروح أو غيرها من المشاكل، وأيضا الإقلاع عن موضوع الإدمان نفسه وفق معايير علمية واستخدام أدوية وأساليب معينة ومن قبل ناس مختصين. لكن هي العملية كلها موضوع استيرادها ودخولها وربما تصنيعها وتداولها والمتاجرة بها، هذا يحتاج إلى جدية من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، الأمنية والمدنية، منظمات المجتمع المدني دورها أساسي. يعني في كثير من البلدان قريبة والبعيدة هناك منظمات مجتمع مدني شغلتهم الأساسية هو موضوع يعني دعم جهود مكافحة المخدرات وغيرها، هذا يحتاج إلى تفعيل أكثر في مجتمعنا، والشراكة مع وسائل الإعلام هو دور أساسي، وأنا أطلب وإحنا نطمع من فضائيتكم أو أي وسيلة إعلام تسمعنا أنه يخصصون برامج خاصة فقط لمواجهة جائحة المخدرات، تكون برامج مختصرة ومركزة حول هذه الجائحة فقط، وإحنا مستعدين كإعلام وزارة الصحة أنه نجهز أو نزودكم بأطباء مختصين ومعالجين في موضوع المخدرات، وحتى إذا نفتح اتصالات مفتوحة ويا المواطنين حتى يوصل صوتنا للجميع، وحتى نطمن الناس أن هناك في نفس الوقت اللي يوجد من يروج للمخدرات أيضا يوجد من يعالج هذه الظاهرة والآفة بشكل علمي صحيح وفي مؤسسات ترعى وتتابع ويشرف عليها من قبل الدولة العراقية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والشكر الكثير لحضرتك الدكتورة زينب البيروتي، الخبيرة الجنائية والباحثة والأكاديمية، ضيوف الكرام، أثريتم الحوار في هذا الملف. نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور صلاح بوشي رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية، حياك الله دكتور صلاح، حياك الله بحضرتك، وكذلك أرحب بالأستاذ زياد العرار المحلل السياسي، أهلا بك أستاذ زياد. أستاذ زياد خلينا نبدأ من حضرتك، يعني ما أدري الزميلات في العلاقات العامة كل ما يصير ملف سني يدعون حضرتك، هسه ما أعرف أنه أنت يعني عندك معلومات تصرح بيها عن هذه الخلافات اللي بدأت تطفو إلى السطح في البيت السني، وإن كنا نريد أن نمضي قدما باعتبار أن الكتل السياسية اتفقت، هنالك ائتلاف إدارة الدولة أو تحالف إدارة الدولة، ولكن بعض التصدعات يجب أن نقف عندها، لأنه لربما أي تصدع بعد هذا البنيان سيؤثر على بقية الأساسات، كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ شكرا وتحية لحضرتك أستاذ أحمد وللأخ أستاذ صلاح والجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة هو هذا واقع الحال، يعني خلص أنه قضية الخلافات بين المكونات سياسيا موجودة وهي حقيقة واقعة على الأرض لا يمكن أن نعبرها أو نتجاوزها بأي ظرف أو بأي حال من الأحوال. الخلافات موجودة داخل البيت السني، الخلافات موجودة داخل البيت الشيعي، الخلافات داخل البيت الكردي واضحة، وبالتالي هي حقيقة ليست يعني قراءات أو تحليل، وإنما هي خلافات حقيقة مبنية على أساس قد يكون هذا الأساس أحيانا
يعني حقيقي بسبب ضرب حقيقي، وأحيانا لأسباب سياسية، وبالتالي هذه الخلافات لابد أن تطفو على السطح لأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في كل البيوتات السياسية للمكونات العراقية. طيب نحن نتحدث أيضا دكتور صلاح، وجد الترحاب بحضرتك، لما تكشف بعض المصادر عن وجود حراك سياسي يهدف إلى إقالة رئيس البرلمان من منصبه إثر خلافات سنية سنية، بالتالي هذا الموضوع في أي خانة نخليه إذا ما أخذنا في الحسبان بعض التصريحات لرئيس البرلمان ليس كرئيس للبرلمان يمثل كل الشعب، بل زعيما لطائفة أو رئيسا لحزب، أقصد بها تغيير المغيبين إلى مصطلحات أخرى، و يعني بعض المطالبات التي بدأت تظهر هنا وهناك وأصبحت من خلالها حرب إعلامية وحرب تغريدات. نعم، مساء الخير عليك أستاذ أحمد وأستاذ زياد وجمهورنا الكريم. أعتقد اليوم إذا أردنا أن نحدد الوصف الذي ينطبق على السيد الحلبوسي باعتباره سياسيا وليس كرئيس مجلس نواب، قد ربما يتمرد على المشهد السياسي السني، وبالتالي هذا التمرد ما يحذر الآخرين، وبالتالي اليوم لم تكن هنالك مبادئ أساسية أو مبادئ عامة مشتركة ما بين القوى السياسية السنية إذا نتحدث بدقة في هذا الموضوع، وبالتالي التدافع وارد في البيت السياسي السني، لكن الأخطر من ذلك هو الانفراد أو ربما التصرفات الشخصية التي تصدر من السيد الحلبوسي في الأوقات الأخيرة، التصريحات التي ليس لها ربط بأن هنالك سلطة تشريعية تمثل القوة السياسية كاملة وتمثل الشعب العراقي، وبالتالي اليوم يجب أن يكون هنالك عادة نظر في المشهد السياسي باتجاه السيد الحلبوسي من القوة السياسية السنية، وحتى ائتلاف إدارة الدولة يجب أن يكون هنالك موقف محدد باتجاه السيد الحلبوسي. السيد الحلبوسي ليس وصيا على القوة السياسية السنية وليس وصيا على القوة السياسية بالمستوى الاتحادي، وبالتالي السيد الحلبوسي هو جزء من العملية السياسية يحاول أن يصدر للمشهد العام أنه الثقل الثقيل في المشهد السياسي. طيب أيضا نستذكر هنا سيد العرار أنه قدم الحلبوسي سابقا استقالته وجدد الثقة 222 نائب حسب ما أذكر، وتم رفض هذه الاستقالة، أو هو تجديد الثقة انحسبت إليه فولاية ثالثة اعتبروها في وقتها. هذا الموضوع لا يضفي شرعية، ألم يعني تخرج مسألة اختيار الحلبوسي رئيس البرلمان من العباءة السنية وذهبت إلى الكتل البرلمانية وأصبحت هذه الشرعية يتمتع بها لبقية الدورة البرلمانية؟ أستاذ أحمد، إجرائيا هو زعيم للمشهد السياسي السني، يعني ما يستطيع أحد أن ينكر ذلك. إن اختلفنا أو اتفقنا مع الحلبوسي فهو زعيم رقم واحد، لأنه هو يمتلك أعلى الأصوات، بل هو الثاني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبعد انسحاب التيار الصدري. هو يعني أكو زعيم رقم اثنين، بمعنى ليست هي الزعامة المطلقة كما يعبر عنها. لا 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 يوجد نفي للزعامات الأخرى، لأن تعرف أنت في العراق العملية السياسية عملية مراحل، وبالتالي هو زعيم المكون السني سياسيا وفق العدد الانتخابي. ليش دائما ما يقترن أو تقترن الزعامة السنية برئاسة البرلمان؟ يعني هاي لاحظناها في أكثر من شخصية. والسؤال الأول أتركه لهم أجاوبه. بعض الاحيان اثارات كثيره في كلام حضرتك، يعني لازم نتوقف عندها استاذ. تمام، انا خلي اجاوبك على السؤال الاول وارجع لك على هذا، اكمل لك الاجابه. يعني استاذ احمد، سياسيا الحلبوسي زعيما للبرلمان بقرار الاغلبيه السياسيه واداره الدوله، والكل انتخب السيد الحلبوسي، وكان ذكي بعمليه طرح الاستقاله حتى لا يقال انه جاء بالعباءه الصدريه والعباءه السنيه فقط، باعتبار أن الكثير كانوا معارضين ورافضين لاستمرار المشهد بعد انسحاب التيار الصدري، فجاء القرار من القوى السياسية بتجديد الثقة وانتخاب رئيس البرلمان، ومثل ما تفضلت حضرتك وكأنه انتخاب جديد. إذن هو زعيم على المستوى السني وزعيم على المستوى السياسي، لكن هذه الزعامة ليست مطلقة مثل ما تفضلت حضرتك، وهناك إشكاليات حقيقة ما بين السيد الحلبوسي وبعض القوى الشيعية، وهناك خلافات حقيقية ما بين القوى السنية وحزب تقدم والسيد الحلبوسي.
الخلافات حقيقية وليست خلافات افتراضية، وهي موجودة على الأرض، وهناك رؤية تقول بأن هناك قوى سياسية جديدة قامت بلملمة أوراقها وذهبت إلى تحالف الأنبار لتشكل ورقة جديدة في المشهد السني، وهناك أوراق أخرى من القديم ستعود إلى المشهد، إضافة إلى أوراق جديدة في المشهد السياسي السني. النزاع والخلاف في المشهد السياسي السني موجود، تحدده آلية الانتخابات المقبلة على المستوى المحلي، المجالس المحلية أو في الدورة المقبلة على البرلمان. أما الحديث عن إقالة الحلبوسي بشكل رسمي وبشكل صريح، أنا أعتقد هذا مستبعد، لأن علاقات الحلبوسي كرئيس البرلمان وكزعيم الكتلة السنية الأكبر مع القوى السياسية الشيعية علاقات متينة، وأحيانا يروج الإعلام وقد نكون نحن أحد الأسباب بأن هذه الخلافات وصلت إلى مراحل متقدمة. هذه خلافات شخصية على مواقف معينة، لكنها لا تصل إلى عملية استبدال رئيس البرلمان، لأن الكل يعلم وخصوصا القوى في إدارة الدولة أن المرحلة خطرة لا يجب أن يذهبوا بها باتجاه مخاطرة أخرى. وتعرف حضرتك الحكومة جديدة وما صار لها شهرين، يعني ما زال الوقت مبكر، وأنا أعتقد بأن الحديث عن الإقالة غير واقعي. طيب. وقد يكون افتراضي أو هي رغبات سياسية لبعض القوى. نرجع لبعض المصادر دكتور صلاح اللي أشارت إلى أنه أغلب الزعامات السنية توجست خيفة من هذه الأمور اللي صارت، سواء الولاية الثانية، الولاية الضمنية الثالثة، وأيضا هنالك توجه لانتخابات مجالس المحافظات، فقد انشق عنه حتى المقربين في سبيل عدم أو تقويض نفوذه في هذه المناطق السنية، لأنه ذاهبين إلى انتخابات مجالس محافظات، وهذا الأمر بالتالي سيؤدي إلى هيمنة أكبر. كيف تنظر إلى هذه الفرضية؟ يعني بصراحة التحضيرات اللي تقوم بها القوة السياسية، إذا أردنا أن نتحدث عن تجربة الأنبار، وربما قد تعد النقطة الأساسية والنقطة الابتدائية هي مجالس المحافظات والتحضير لبعض القوى السياسية، وبالتالي سيذهب جمهور الأنبار أو جمهور صلاح الدين إن صح التعبير إلى القوة الأصلية التي تمثل الرمادي وتمثل صلاح الدين. السيد الحلبوسي ليس القوة الأساسية والأصلية إن صح التعبير لمن يمثل الأنبار، وأعتقد العودة إلى قيادات سياسية كانت لها التأثير، وربما هي من صنعت السيد الحلبوسي. أعتقد هنالك يعني حراك جماهيري على المستوى العشائري، وهنالك فصائل جماهيرية كبيرة وقوة سياسية أعادت هيكلة نفسها في الرمادي، وستبدأ مع مجالس المحافظات، وربما قد يكون الغد السياسي لا يوجد أي تمثيل بهذا المستوى الذي يتمتع به السيد الحلبوس. أستاذ زياد، أيضا ما يدعم فرضيتك اللي حضرتك طرحتها أنه تستبعد إقالة الحلبوسي أو إبعاده عن منصبه كرئيس للبرلمان، هو بحاجة إلى تصويت الكتل الشيعية، فما نعرف مستوى العلاقة بين رئيس البرلمان وهذه الكتل، هل هي متسقة مع أداء راضي عن هذا الأداء، أم أنها تتفق مع المناوئين للحلبوسي، وإذا ما كان هنالك تصويت تصوت ضده؟ يعني هو يوجد تفاهمات ما بين القوى المناهضة للتقدم أو للسيد الحلبوسي وبعض القوى الشيعية، وهذه التفاهمات واضحة سواء كانت في الإعلام أو في اللقاءات السياسية التي نطلع عليها ونراها أحيانا ونسمع بها تارة أخرى. لكن حجم هذه التفاهمات لا يصل إلى حجم أن تصل القوى الشيعية، وهي قوى مخضرمة خصوصا الآن هم في المشهد الصقور، من يوجد في المشهد الشيعي الآن هم القوى السياسية من طراز الصقور، يعني عكس ما موجود بالقوى السياسية السنية اللي هم الشباب الجيل اللي صعد حديثا اللي ترأس الحلبوسي. ما أعتقد هؤلاء الصقور بمكانتهم وخبرتهم يذهبون إلى تحالفات سياسية لتغيير المشهد في وضع البلد يعني ما يتحمل أي مجازفة، هذا أولا. ثانيا، لا يصل حجم التفاهمات ما بين القوى السياسية المعارضة لوجود السيد الحلبوسي والمطالبة أو الراغبة باستبداله مع التطلعات العامة للمشهد العراقي والتأثيرات الإقليمية والدولية، وبالتالي هناك قوى وضابط إيقاع في المشهد الشيعي هو الذي أتى بإدارة الدولة وجعل الحلبوسي جزء من إدارة الدولة،
هذا الضاغط وهذا الضابط لن يجعل الأمور تذهب باتجاه الانفلات. لا أتوقع أن نرى عملية استبدال، لكن نتائج الانتخابات المقبلة قد يكون فيها تغيير في ضوء المتغيرات التي حصلت في البيت السني السياسي وفي البيت السني الجماهيري. وأضيف لحضرتك شيء، لن يعد تأثير القوى السياسية الشيعية في البيت السياسي السني ولا على الجمهور السني كما كان في السابق، كانت تستطيع أن تغير وتستطيع أن تستبدل وتستطيع أن تفرض. يا أستاذ أحمد، القوى الشيعية في بداية الأمر كانت حتى تفرض من يكون يعني ممثلا عن البيت السياسي السني سواء في مجلس الحكم أو في غيره. يعني ما أريد نعود إلى الماضي، لكن نتحدث بالمستقبل، نقول بأن واقع الحال يقول لا تغيير في المشهد إلى أن تأتي الانتخابات. طيب، بشكل عام على المستوى الوطني، على المستوى الداخلي، ارتبط بانتخابات مجالس المحافظات أستاذ زياد، يعني بدايتها مجالس المحافظات ستكون فيها تغييرات. أنا أتوقع هذا الشيء، يعني بنتأكد منه، يعني نقرأ الجزم ما ينفع أستاذ أحمد، لكن ممكن أن تكون تغييرات حقيقية على المستوى الشعبي في المناطق السنية في المحافظات السنية. نعم هناك تغييرات وهناك رؤى وهناك عدم رضا على ما يقوم به حزب تقدم تحديدا، وتحديداً في بعض المحافظات التي يعتقد أهلها وقياداتها السياسية بأن حزب تقدم استولى على كل شيء ولم يترك للآخرين الشراكة. اللي يبرر تقدم يقول أنا الأكثر، أنا الأكثر في في الأعداد وأنا صاحب الكتلة الأكبر. لكن هذا تعرف في عملية توافقية في العراق، في بلد مثل العراق هي توافق العملية، الأفضل أن يكون هناك تفاهم وتناغم حول كيفية إدارة المشهد السني أفضل من الذهاب إلى عملية التغيير أو الإقصاء أو رفض الآخر بعملية الشراكة. وفق هذا التفاهم والتناغم اللي تفضل به السيد زياد، دكتور صلاح نسأل هنا عن خلينا ننحت المصطلح بمعنى آخر، المناوئين الحلبوسي لما رأوا أنه تقدم أخذت الوزارات وغيرها، هل أن هذا التلويح هو تلويح بالقوة لغرض تقديم تنازلات، بالتالي لا زال ملف الدرجات الخاصة أو حتى مجالس المحافظات اللي حضرتك تحدثت عنها يكون كترضية؟ يعني ربما قد يكون الدور الإيجابي أو دور المفاوض للإطار التنسيقي ببعض الشخصيات ودخلت بين السيادة والعزم، وأعتقد هنالك معلومات إلى التخادم في الوزارات في المناصب التنفيذية، قد يشمل هذا الموضوع السيادة والعزم، وربما قد يخفف من الوطأة على السيد الحلبوسي. أعتقد اليوم قوة يعني المنطوية تحت إدارة الدولة حريصة أن يكون المشهد منضبطاً بعض الشيء، لكن السلوك الذي يستخدمه بعض السياسيين في البيت السياسي السني قد لا يحافظ على المعيار، وبالتالي اليوم الإطار التنسيقي حريص على المشهد العام مع وجود خلافات سياسية سنية. أعتقد اليوم هذا الحرص يجب أن يستثمر من بعض القوى السياسية، لكن التحضيرات للمستقبل السياسي ليس بيد السيد الحلبوسي ولا مجموعة السيد الحلبوسي. طيب أستاذ زياد، أيضا تقول لنا نرجع للوراء، خلينا نرجع للوراء شوية، أنه صارت سمة للكتل السنية أو للتحالفات السنية بأن سمتها أو سمة عقدها ينظم سريعا ويفرط سريعا، يشكل قبل الانتخابات وفي البرلمان يفرط، وبالتالي هذه المسألة حتى لليوم أصبحت هي حاكمة. ليش عدم الترابط القوي بين هذه المكونات ضمن الائتلافات البرلمانية أو السياسية؟ اللاعب الخارجي هو الأساس، واللاعب الداخلي هو يعني المتغير الثاني. اللاعب الخارجي بالدعم اللي تتلقاه القوى السنية من خارج العراق على طيلة الفترات السابقة، طبيعة هذا الدعم تطلب منها أحيانا الاتفاق حتى يكون الدعم موجود، سواء كان دعم في الانتخابات أو دعم سياسي أو إلى غيره. تضطر هذه القوى أن تتحالف مع بعضها، بمجرد انتهاء الانتخابات يعود كل طرف إلى وضعه. ولا أنت شفت يعني مرات الإسلاميين مع العلمانيين مع الليبراليين مع القوميين، وهذا طبعا ما يجتمع يعني بالمجتمع السني ولا حتى المجتمع الشيعي المدني، ما ممكن أن تفرض بهذه الطريقة فتنحل هذه التفاهمات. أريد أن أشير إلى مسألة مهمة، مسألة رئاسة البرلمان. السنة بطبيعة الحال مرجعيتهم هي الدولة، المنصب الأعلى للسنة هو رئاسة البرلمان، غالبا ما يكون رئيس البرلمان هو الجامع وهو الذي يستطيع أن يدير يعني دفة العملية السياسية مع الآخرين، مع القوى الشيعية مع القوى الكردية مع القوى السياسية الأخرى، سواء كانوا على خلاف أو على ود وتصالح. في هذه المرحلة نعتقد بأن السيد الحلبوسي
لم يكن حريصا على أن يسعى لأن يكون الآخرين شركاء معه في عملية إدارة الحوار وفي عملية اتخاذ القرار مع الشركاء الآخرين الشيعة والكرد يعني القوى السياسية الأخرى. لذلك هو أراد أن يقود المشهد بنفسه، وهذا يعطينا يعني قراءة بأن الحلبوسي غير حريص على أن يكون رئيسا للبرلمان. هذه نقطة كلش مهمة من خلال التتبع الشخصي والمتابعة وخلال تصريحات الحلبوسي الأخيرة، أعتقد بأنه غير حريص على أن يكون رئيسا للبرلمان أو يكون غيره من ضمن التحالف الذي يديره، على شرط أن يصبح زعيما للمشهد السني. وأنا أعتقد بأن مشروع الحلبوسي القادم هو أن يكون الزعيم السني في العراق بالمقابل للقوى السياسية الأخرى. أعتقد في هذا يعني الأمر ليس سهلا، لكن يجب قراءته بشكل صحيح حتى لا تذهب القوى السياسية الأخرى إلى وضع ورقة إقالة الرئيس البرلمان في المفاوضات، لأنه لا أعتقد بأنها ستنجح بذلك. وعليه مثل ما قال لك دكتور صلاح أنه الإطار ممكن أن يكون هو الراعي، وعليه أن تطبق كل الاتفاقيات وأن يشار على الحلبوسي بأن لا يكون مقصيا للآخرين، أفضل من أن تذهب القوى السياسية إلى عملية المواجهة. إذا ما وضعنا هذه الورقة، ورقة الاستبدال ضمن الخيارات، لكن خلينا نضعها دكتور صلاح في فرض معين، من سيكون البديل؟ وماذا عن الفترة الحرجة اللي تفصلنا عن الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، وعندنا مناطق محررة، عندنا مشاكل في المناطق السنية، مشاكل اجتماعية سياسية أمنية، بالتالي تغير الزعامات وتغير رئيس البرلمان ما راح يخلق لنا مشاكل في هذه المناطق؟ يعني ليس المهم من يكون زعيم سياسيا في الغد السياسي القادم، بقدر ما أن القوة الجماهيرية في هذه المناطق فقدت الثقة بالسياسي، وكثير من الملفات التي كان يتأمل المواطن العراقي، واحنا ما نريد ندخل في تفاصيلها حتى لا تحتسب علينا وعلى القناة، كثير من المواضيع اللي وعدوا بها السياسيين إلى جمهورهم وخلفوا ذلك الوعد، وبالتالي يعني هبوط كثير من الأسهم للقوة السياسية الحالية وإن كانت تمتلك الزعامة. الزعامة ليس مرتبطة بالحضور الجماهيري وبقدر ما هي مرتبطة بالسلطة، وبالتالي المتغير وارد في الشارع السياسي السني. وأعتقد التحضيرات حسب ما نقرأ وحسب ما نحلل المشهد السياسي هنالك في تلك المناطق، وأعتقد اليوم العودة لكثير من المسميات التي كانت ترعى العملية السياسية بعد غياب، وأعتقد اليوم الحضور في الاجتماعات المتكررة خصوصا في الرمادي تجتمع باتجاه المعاكس للسيد الحلبوسي، وربما قد يكسب ذلك الأمر بالتواصل مع الجمهور. الجمهور غير راضي، واليوم التفرد والسلطة الحاكمة وكثير من المسميات يقولون أن السيد الحلبوسي رئيس البرلمان وحاكم للرمادي، وبالتالي جماهير الرمادي لا تقبل بهذا الأمر المفروض. وأعتقد اليوم السيد الحلبوسي قد خسر جمهوره أولا، وقد خسر شركائه ثانيا، وخسر الراعي على اعتبار القوة السياسية داخل الإطار التنسيق هي من رعت وجود السيد الحلبوسي في المشهد السياسي الحالي. لهذه الإيضاحات أشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح بوشي رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية. في نصف دقيقة دكتور تفضل. شكرا جزيلا. يعني أنا أعتقد بأن الجمهور بغالبيته غير راضي عن القوى السياسية، والدليل المقاطعة الانتخابات 80%. الجمهور الآن معني من القوى السياسية ومن الحكومة أن توفر له مستلزمات العيش الكريم، أن تسعى في خدمته، في تعزيز السلة الغذائية، في توفير الطاقة الكهربائية، في توفير الأدوية، هذه التي ينتظرها المواطن العراقي. أما عن أنه راضين عن الحلبوسي أو ما راضين فهذا لا يقاس عليه دكتور صلاح من فضلك، لأنه غالبية الجمهور العراقي قاطعت الانتخابات، وبالتالي الكل أو الأغلبية غير راضي عن الكل. ونبقى نتابع كل هذه الإجراءات، ما وعدت به حكومة الخدمات وما سيقدم في انتخابات مجالس المحافظات. شكري لحضرتك الأستاذ زياد العرار المحلل السياسي، وأكرر شكري لجنابك دكتور صلاح بوشي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.